السلام عليكم حبيبات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك، وان شاء الله نلقاكم هاد لا فيديو بصحه وهنا ان شاء الله. اليوم جيتكم بوصفه هايله بزاف، وصفه خاصه لتبييض الاسنان وازاله الكلس والجير من الاسنان، وخاصه الاسنان يعني الصفوره اللي صفري بزاف، راح تنحي لهم هذيك الصفوره هاد الوصفه، وكذلك هاد الوصفه تقوي الاسنان. ولكن قبل ما نبدا في الفيديو تاعي، نتمنى كل واحد دخل عندي جديد القناه، ما تنساوش تشتركوا في القناه، وكذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ام جنان. اول مكون في هذه الوصفه واللي هو اللحظه ومسحوق الحليب. كما تعرفوا ان اللحظه يعني تمتاز بمكوناتها الغاليه كالكالسيوم الذي يعني يعطي قوه ونظافه للاسنان تاعنا، يقوي الاسنان. واللحظه فيها حبيبات البنات تخلي لنا هذوك الاصفرار وهذاك كامل البنات، يعني هي تحتفظ لنا بالاسنان تاعنا، هي تعتني بالاسنان. اللحظة عندها فوائد يعني قيمة للأسنان، أن كثير منا يجهل أن اللحظة مليحة بزاف الأسنان. على هذاك يقولك الأطفال تاعكم يعني قبل النوم تعطوهم يشربوا الحليب لأنه مليح بزاف للأسنان. كذلك أنتم الكبار إذا مقدرتوش تشربوا الحليب تقدروا تستعملوا هذه الوصفة اللي فيها مسحوق الحليب. أما بالنسبة للمكون الثاني واللي هو جوز الهند. جوز الهند كذلك مفيد جدا لتقوية الأسنان وإزالة الأصفرار، وكذلك الجير اللي متواجد في ولا هذاك السواد اللي متواجد في الأسنان تاعنا، واللي سبب لنا يعني هشاشة للأسنان وتسوس، يعني ويقضي كذلك على التسوس ويحمي الأسنان تاعنا من الأصفرار ويقويها. وبالإضافة على يعني احتوائي على ذوك الحبيبات راح يحك الأسنان تاعنا ويبيضهم. هنستعمل ملعقة من مسحوق اللحظة وملعقة من جوز الهند، من مسحوق جوز الهند، ونخلطوهم مع بعضهم جيدا. نخلطو مسحوق اللحظة مع جوز الهند، نخلطوهم جيدا يعني بالجنس وغاية. بعد نضيف المكون الثالث والأخير واللي هو معجون الأسنان، يعني نلايمو هاد المكونات بمعجون الأسنان. اي معجون عندك تستعمليه، ماشي شرط لي نستعملها انا، اي مكون او معجون يجي على الاسنان تاعك ولا تستخدميه للاسنان تاعك ويفيدك، نديرو منه يعني الكميه اللي نقدروا نلايمو بها العجينه تاعنا، يعني حتى تلايم لك هذه العجينه. ولكن يعني اللي يبغي يستعملها غير مره فقط، يعني يستعمل قد مره، هذه الكميه تقدروا تغسلوا بها كاع العائله كامله كما راكم تشوفوا، يعني كميه كبيره. لي استعمل يعني هو يعني واحد كمية تاع واحد، استعملوا ربع ملعقة من مسحوق اللحظة وربع ملعقة من جوز الهند، وغسلة قد غسلة من معجون الأسنان، ملعقة يعني صغيرة من معجون الأسنان. هنايا البنات هاد الكمية كما كنت تشوف فيها تغسل لكم كاع العائلة تاعكم، يعني الأطفال وانتي وزوج تاعك. راح نلايموها جيدا، تنتحصلوا على العجينة شوية تكون قاصحة، ما تكونش يعني البنات هنا العجينة اللي نتحصلوا عليها تكون قاصحة باش نحكو بها الاسنان تاعنا. بعد ما نلايموها جيدا واش راح ندير هنايا؟ بعد ما نلايموها راح نديرو القليل من هاد العجينه، يعني نردو القليل فقط من العجينه اللي تكون حصلنا عليها، ونحكو بها الاسنان تاعنا غير باليد. من بعد عاد كي تمشيها كاع الاسنان تاعك، حكمي فرشات يعني ولا بغوصة دون تاعك، وديريها في الماء وحكي بها الاسنان، حكي بها فوق هاد العجينه، يعني حكي هذيك العجينه اللي مشيتيها كاع الاسنان تاعك، حكيها جيدا راح تحصلوا على بياض وناصع للاسنان تاعكم. يعني النتيجه ما شاء الله نتيجه رائعه جدا، راح تعطيك يعني نتيجه ناجحه. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه تاع اليوم، هاد الوصفه يعني تقدروا تستعملوها صباح في المساء، يعني في بلاصه المعجون الاسنان. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش تخلوا لنا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.